يحتاجونك الآن، هل تلبي النداء في هذه المباراة؟ أهم ثلاث نقاط، أهم نقطة إذا ما أراد الأخدود أن يصعد بشكل رسمي، لكن الخلود قد يكون له رأي آخر مع انفراد والتصويب. يا الله، هدف أول عن طريق عبد المجيد المطيري. الخلود يسجل أولا، الخلود قد يصعب الأمور على الأخدود. المفاجآت قادمة عن طريق عبد المجيد المطيري. نعم، حقيقة استحواذ، سيطرة، بينيات، لمسات، تسديد أولى تسكن الشباك. الخلود، نعم الخلود يسجل أولا، الخلود يصعب المهمة أكثر وأكثر. نعم الخلود بهدف مستحق في هذه المباراة، بعد أداء رائع، بعد لمسات، بعد بينيات، بعد التوقف من أحمد ياسين واللمسة على اليمين. وهنا المطيري، هنا عبد المجيد، هنا عبد المجيد المطيري بالقدم اليمنى أسكنها الشباك. فلاديمير لا يلام، فلاديمير لا يلام، الكرة كانت صعبة. 1-0 لمصلحة الخلود. الأمور الآن أصبحت أكثر تعقيدا، لا يريدون تصعب الأمور أو أن تكون الأمور بشكل صعب جدا في المواجهات القادمة. تعود بعد ذلك انفراد، وانفراد والثاني، يا الله الثاني لمصلحة الخلود. هل فيها راية؟ هل سيتأكد من القرار؟ هل كان صوعان متسللا؟ هذه الكرة والتمريرة على ما يبدو بأن الهدف سليم، على ما يبدو بأن الهدف سليم، وعلى ما يبدو بأن الثاني، وعلى ما يبدو بأن الأمور أصبحت أكثر تعقيد، وعلى ما يبدو بأن الأخدود سيعاني كثيرا في هذا اللقاء. إلى ماذا سيكون؟ وما هو القرار؟ وما هو القرار؟ أرى بأن محمد صوعان لم يكن متسللا، لكن لابد من التأكد من لقطة واحدة، من نظرة واحدة، لكن في الفار هو القرار الأكيد، هو القرار الأكيد. هل كان متسللا اللاعب محمد صوعان؟ إن كان الثاني فالأمور قريبة للخلود ومعاناة ستكون للأخدود. نعم نعم إنه الثاني، نعم إنه الثاني. الخلود يسجل عن طريق محمد صوعان. المهمة لن تكون سهلة بحضور الخلود، تحديدا على ملعبه، تحديدا على ملعبه. 2-0 والجنون مستمر في دوري يلو. 2-0 قد تخدم الخلود والفيصلي. 2-0 والأمور معقدة على أبناء نجران، على أبناء نجران. محمد صوعان بالهدوء، محمد صوعان باللب، محمد صوعان بالثاني. والخلود يريد ختام للشوط الأول، وما أجمل من ختام، وما أجمل من ختام. 2-0 إذن، 2-0. يا لها من هدف، ويا لها من لعبة لفريق نجران بهدفين مقابل هدف. استطاع الساحل أن يقلب النتيجة في الدقائق الأخيرة. تحولت بعد ذلك، يا الله، على أمل العودة، على أمل العودة، على أمل العودة. يعود الأخدود يسجل أولا، الأخدود يسجل أولا. نعم يسجل هدف الأول، نعم يسجل الأول ويريد العودة. لم يرمي المنديل، لم يخسر بعد. النقطة لا زالت ممكنة، النقطة لا زالت ممكنة. نعم الأخدود يسجل، يالها من كورة عن طريق كاكا. نعم كاكا البرازيلي يعود بهم. يا كاكا، يا كاكا، يا عيني يا برازيلي. مخادعة، مخادعة، مخادعة. نعم مخادعة تسكن الشباك. هل كان يريد عرضية وذهبت إلى الشباك؟ لا يهم ذلك، المهم أن تكون في الشباك، المهم أن تفتح الاحتمالات من أجل العودة. 2-1 وللجنوني.